السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة الصف الاول الاعدادي، النهاردة يا ولاد معايا فيديو جديد خاص بيكم، هنبدأ مع بعض في حل كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات. هنحل مع بعض يا ولاد الصفحات اللي موجودة قدامكم دلوقتي على الشاشة. يكون ان شاء الله فيديو مميز وتستفادوا منه بإذن الله. بس في البداية اتمنى لو لسه ما نورتنيش واشتركت معايا في القناة دوس دلوقتي على كلمة اشتراك وفعل زرار الجرس اللي موجود جنب كلمة اشتراك عشان يوصل لك اشعار اي فيديو جديد انزله، وياريت اذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالضغط على زرار اللايك. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدأ يا ولاد مع بعض صفحة 5 page 5. لكن في البداية عايز ألفت انتباهكم ان الديالوج لازم تتقري كويس جدا جدا قبل ما تبدأ في الحل، لازم تعرف مين بيكلم مين، تكون صورة شاملة عن الديالوج علشان تعرف وتضمن ان شاء الله درجة السؤال ده. لكن انا بس اعذروني علشان وقت الفيديو فمش هقرأ المحادثة معاكم. المحادثة الاولى يا ولاد دارت ما بين ريهام وداليا، تعالوا نشوف بتتكلم عن ايه. ريهام بتقول لداليا ايه؟ What's your name؟ ما اسمك؟ اسمك ايه؟ ردت عليها داليا قالت لها My name is داليا، قالت لها انا اسمي داليا. رجعت سألتها سؤال فبتقول لها Do you live with؟ وكان رد داليا عليها I live with my father, mother and two sisters، يعني انا بعيش مع بابايا ومامتي وكمان معايا اختين. يبقى اكيد قالت لها انت بتعيشي مع مين؟ مين دي يا ولاد؟ اللي هي هو. يبقى بالتالي هي سالتها هو دو يو ليف وذ، انت بتعيشي مع مين؟ ردت عليها قالت لها انا بعيش مع بابا وماما وتو سيسترز. رجعت ريهام سالتها قالت لها ار يو ا ستودنت، يعني هل انت طالبه؟ يا ترى داليا قالت لها يس ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الياس او النو الكلمتين اللي بيجوا وراهم بنبقى جايبينهم اصلا من الكويستشن او السؤال، بنعمل كروس ما بين اول كلمتين. فهم عندك في السؤال الكلمتين دول ار يو، واحنا عارفين ان ار يو بتحول في الاجابه ل اي ام، وبالتالي قالت لها يس اي ام. رجعت ريهام سالتها واتس يور فيفورت ايه؟ طبعا كلمه فيفورت معناها مفضل، فهي بتسالها بتقول لها ايه المفضل عندك؟ طب يا ترى قالت لها ايه المفضل عندك؟ اقرا الاجابه وانت هتعرف. راحت داليا قالت لها اي لايك ارت، انا بحب الرسم. يبقى اكيد هي سالتها على الماده الدراسيه المفضله بالنسبه لها، وبالتالي هنقول واتس يور فيفورت سبجكت، ايه هي مادتك المفضله؟ ردت عليها قالت لها I like art، أنا بحب الرسم. I am not good at drawing or painting، أكيد هنا هنقول but، وبط معناها لكن، يعني لكن أنا مش جيدة في الرسم أو الإيه التلوين. رجعت ريهام سألتها سؤال أخير وقالت لها What's your favorite sport؟ إيه هي رياضتك المفضلة؟ وكان رد داليا عليها I like، أنا بحب، ممكن بقى تقول أي رياضة، أنا مثلا هنا قلت الإيه التنس. طيب الديالوج التاني يا ولاد بيقول لي سوها is asking رانيا about her school day، يعني سوها بتسأل رانيا عن يومها الدراسي. السطر ده يا ولاد مهم جدا، بيعرفك الديالوج ده بيتكلم عن ايه، وزي ما قلتلكم مهم جدا نقرأ الديالوج قبل ما نبدأ نحل. لكن انا بس عشان ما طولش عليكم في وقت الفيديو فانا بحل على طول. سوها بتسأل رانيا وبتقول لها ايه How do you go to school؟ How يا ولاد معناها كيف، كيف ازاي انتي بتروحي المدرسة؟ راحت رانيا ردت عليها قالت لها I go to school on foot، يعني انا بروح المدرسة on foot على رجليا. رجعت سوها سألتها سؤال وكان رد رانيا because، because دي يا ولاد معناها ان السؤال بتاعك بادئ بأداة الاستفهام اللي هي why، لماذا. يبقى why do you walk to school، يعني لماذا انتي تمشي الى المدرسة، ليه بتروحي المدرسة ماشي؟ فردت رانيا عليها وقالت لها because it's a my house، أكيد طبعا near، علشان هي قريبة من المنزل بتاعي، أكيد طبعا يعني المدرسة قريبة من المنزل بتاعها. رجعت سوها سألتها سؤال فبتقول لها what's your favorite subject، إيه هي مادتك الدراسية المفضلة؟ رجعت رانيا قالت لها I like I teacher، طب دلوقتي هقول أي مادة دراسية؟ ما أنا عندي مواد كتيرة. هقول لك انا قلت لك في الاول ايه، لازم تقرا الديالوج كامل. طيب بعدها بكام سطر كده بتلاقي ان رانيا بتقول because I like maps، عشان انا بحب الخرايط and it tells me a lot about different countries، وبتخبرني عن البلاد المختلفه. ورجعت سهى بتقول لها how often do you study geography، يبقى الماده هي ايه من الاساس؟ geography. نرجع بقى تاني فوق يا ولاد، يبقى رانيا قالت لها I like geography، انا بحب
بتحب الايه الجغرافيا. رجعت سهى سالتها سؤال وقالت لها do you like it، وكان رد رانيا because، لسه قايلينها because دي يعني why، why do you like it يعني ليه انت بتحب الجغرافيا. راحت رانيا قالت لها because I like maps and it tells me a lot about different countries. بعد كده سهى قالت لها ايه how often، how often يا ولاد معناها كم مره، يعني كم مره do you study geography at school، كم مره انت بتاخدي فيها الجغرافيا في المدرسه. وكان رد رانيا عليها 3 a week، اكيد طبعا times 3 times a week يعني 3 مرات اسبوعيا، انا واخدينها في سنه 6 3 times a week 4 times a day مثلا twice a day once a week وهكذا. طيب بعد كده عندي dialogue دار ما بين أشرف وأيمن، بيقول لي أشرف is telling أيمن about his favorite sports star، بيقول لك أشرف بيخبر أيمن عن نجم الرياضي المفضل لي. أيمن بيقول لأشرف إيه who is your favorite sports star، هو يعني من. رد عليه أشرف وقال له هي محمد صلاح، هو محمد صلاح. رجع أيمن قال له إيه why do you like him، why لماذا، واحنا لسه قايلين ان why اجابتها ايه because، يبقى بيقول له ليه انت بتحبه لماذا. وكان رد اشرف عليه because he is a very good football player، عشان هو لاعب كرة قدم جيد جدا، يبقى why يا ولاد اجابتها because، why اجابتها because. رجع ايمن سأله سؤال وبيقول له does he play، وكان رد اشرف he plays for Liverpool، هو بيلعب لصالح فريق ليفربول، يبقى اكيد هو قال له ايه ها where، اين هو بيلعب فين where، يبقى where does he play اين يلعب، وكان رد اشرف ان هو بيلعب لصالح فريق ليفربول. in english ايه، اكيد طبعا هنقول كلمة team، in english team يعني في فريق انجليزي. رجع ايمن بيقول له what's he good ايه، وكان رد أشرف he is good at، يبقى الكلمة اللي ناقصة فوق إيه يا ولاد at، what's he good at هو جيد في إيه. وراح أشرف قال له he is good at scoring goals، يعني هو جيد في إحراز الأهداف. أيمن قال له how does he help people، how يعني كيف، إزاي هو help people بيساعد الناس. وكان رد أشرف he a money، أكيد طبعا بيعطي الفلوس to build the new schools، علشان يبنوا مدارس جديدة and hospitals ومستشفيات in Egypt في مصر. طب يعطي يا ولاد معناها ايه، يعطي معناها give، بس خلي بالك الفاعل او subject عندك مفرد he، يبقى هنقول ايه gives، he gives. طيب عندي صفحة 8 page 8 بيقول لي الديالوج ده دار ما بين طه وعمر، فبيقول لي طه asks عمر، يعني طه بيسأل عمر about technology in his school، عن التكنولوجيا الموجودة في مدرسته. طه بيقول لعمر ايه do you use technology at your school، يعني هل انتم بتستخدموا التكنولوجيا في مدرستكم، ليه تيتشر ترجمتي يو بمعنى انتم، لان جه في الاجابة قال له yes we do، لما تلاقي اليو اتحولت لوي في الاجابة يبقى اليو هنا معناها ايه انتم، يبقى هل انتم بتستخدموا تكنولوجيا في المدرسة. رد عليه وقال له ايوة احنا بنستخدمها we use tablets، احنا بنستخدم اجهزة التابلت. رجع طه بيقول له really حقا can you a tablet، اكيد طبعا هيقول له use، can you use a tablet يعني هل تستطيع أن تستخدم التابلت، وخلوا بالكم أن كان بيجي معاها الفعل في المصدر علشان كده قلنا use، هل تستطيع أن أنت تستخدم التابلت، قال له yes I can، أيوة أستطيع. رجع طه قال له إيه which subjects، يعني أي المواد do you use tablets in، اللي أنت بتستخدم أجهزة التابلت فيها. فرد عليه عمر قال له إيه أكيد طبعا الكمبيوتر ستاديز، اللي هي الحاسب الآلي. رجع طه قال له إيه has your classroom a smart board، يعني هل الفصل بتاعكم فيه سبورة ذكية، has يا ولاد يبقى has got، has got. طيب رد عليه عمر وقال له yes it a، طبعا احنا عارفين ان ال yes زي ما قلت لكم الكلمتين اللي بيجوا وراها بيبقوا جايين اصلا من السؤال نتيجة cross او مقص بنعمله ما بين اول كلمتين، يبقى yes it has. رجع سأله طه do you use mobile phones at class، يعني هل انتوا بتستخدموا اجهزة الموبايلات في الكلاس او الفصل، اكيد طبعا هيقول له ايه no we don't، لا احنا مش بنستخدمه
بنستخدم أجهزة الموبايلات. طيب صفحة 9 يا ولاد، بيج 9، بيقول لي الديالوج ده دار ما بين تامر ونادر. بيقول لي تامر tells نادر about his last holiday، تامر بيخبر نادر عن أجازته الماضية. نادر بيقول إيه؟ Where did you go on holiday last year؟ Where يعني أين؟ يعني أنت رحت فين الأجازة بتاعت السنة اللي فاتت؟ تامر رد عليه وقال له I went to Alexandria، أنا رحت اسكندرية. رجع نادر قال له Where did you eat؟ طبعا هنا يا ولاد المفروض هستخدم فعل أداة الاستفهام، Where الفعل المساعد، Did الفاعل you الدور على الفعل، هجيبه منين؟ هتلاقيه عندك يا بطل في الإجابة. بص بيقول له إيه؟ I stayed in my uncle's flat، يعني أنا بقيت في شقة عمي، وبالتالي الفعل عندك هو stay، وخلي بالك إن هو هيبقى في المصدر لأن did بيجي معاها الفعل في المصدر. يبقى Where did you stay؟ يعني أنت أقمت فين أو مكثت فين؟ فقال له I stayed in my uncle's flat، أنا مكثت أو بقيت في شقة عمي. رجع نادر سأله سؤال وكان رد تامر I traveled not train. إيه تيتشر السؤال الملخفن ده؟ ولا ملخفن ولا حاجة. هو بيقول له إيه did you travel there؟ وكان رده I traveled كذا train، يبقى أكيد هو سأله عن كيفية الذهاب، هو راح إزاي، بدليل إن هو جاوب وقال له بالقطار، يبقى قال له كيف، ازاي انت رحت، اللي هي ايه ولاد، اللي هي how. يبقى how did you travel there، ازاي انت سافرت هناك، فقال له I traveled by train، وسائل المواصلات بيجي قبليها حرف الجر اللي هو by. ورجع نادر قال له did you swim in the sea، يعني هل انت سبحت في البحر. رد عليه تامر وقال له مثلا yes I did، طب انا عايز اقولها no I didn't عادي جدا، يبقى yes I did، ايوة انا ايه سبحت. واخيرا نادر سأله سؤال وقال له What did you eat there؟ أنت أكلت إيه هناك؟ وكان رد تامر I usually، أنا عادة eat، وأنا كتبت هنا كلمة fish، يعني أنا عادة باكل سمك when I am there، لما بكون هناك. 11 يا ولاد page 10، الديالوج ده دور ما بين نادية وعمر. فبيقول لي نادية and عمر are preparing their lunch، يعني نادية وعمر بيعدوا اللانش أو الغداء بتاعهم. نادية بتقول لعمر إيه؟ Let's make lunch، يلا بينا نعد أو نحضر اللانش الغداء. I think we have all the food، أنا أعتقد اللي إحنا عندنا كل الطعام. رد عليها عمر وقال لها There is some salad، يوجد بعض السلطة. Is there any hummus، يعني هل يوجد أي حمص؟ ردت نادية عليه وقالت له No there isn't، لا مفيش. But there is some olives، الأوليفز دي جمع، يبقى there are، يوجد there are some olives، يوجد بعض الزيتون. رد عليها عمر وقال لها There are some peppers، يوجد بعض الفلفل. And a، ممكن نقول مثلا cucumbers، الخيار مثلا. وبعد كده نادية قالت له Good، جيد. Is there a cheese؟ يا ولاد ده سؤال، السؤال هستخدم معاه ايه؟ إني، محدش يقولي some، السؤال بستخدم معاه إني، يعني هل يوجد أي جبنة، اللي هي الجبنة يعني. ورد عليها عمر وقال لها Yes there is، أيوة فيه. I've got it، أنا حصلت عليها أو أنا جبتها. ردت نادية قالت له What about figs، ماذا عن التين. Are any figs، طبعا are there، يعني هل يوجد أي تين. رد عليها عمر وقال لها إيه؟ There aren't، aren't منفية، يبقى no، أو حد يقول لي Yes، يبقى no there aren't. ليه تتشار جاوبتي بنو، أو ممكن كنا جاوبنا بياس ليه؟ لأن السؤال بتاعك بادئ بآر، السؤال يا ولاد لما يبدأ بفعل مساعد يبقى أنت already إجابتك نعم أو لأ، يبقى Are there any figs؟ No there aren't any figs، لا مفيش أي figs أو تين. وفي الآخر خالص نادية بتقول Are there any raisins؟ هل يوجد أي زبيب؟ وكان رد عمر عليها وقال لها Yes. طيب بعد كده يا ولاد عندي صفحة 11 page 11، هنا يا ولاد جزء reading هنقرأه كويس جدا جدا ونفهمه كويس جدا جدا، وبعد كده نبدأ نحل الأسئلة بتاعته. بيقول لي Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story، مغامرات أليس في بلاد العجائب هي قصة أطفال مشهورة. Alice's Adventure
مغامرات أليس بيجنز بتبدأ when she goes to Wonderland، لما راحت أرض العجائب أو بلاد العجائب. Alice thinks that Wonderland is interesting، يعني أليس بتعتقد أن بلاد العجائب شيقة أو ممتعة. But it is a strange place، لكن هو مكان غريب. She is a sensible girl، هي بنت حكيمة. But لكن she does not understand Wonderland، لكن هي ما كانتش فاهمة بلاد العجائب. Alice is also brave، أليس أيضا شجاعة. and clever، وماهرة. she meets a lot of interesting characters، يعني هي بتقابل الكثير من الشخصيات الشيقة. Alice often sees the white rabbit، أليس غالبا بترى الأرنب الأبيض. the white rabbit، الأرنب الأبيض، is very busy، مشغول جدا. and he is usually very late، وعادة بيكون متأخر. he always runs fast، هو أيضا بيجري بسرعة. That Cheshire cat، القط تشرشل، is a funny animal، هو حيوان مضحك أو ممتع. he has got a big smile، هو عنده ابتسامة كبيرة. and he is very friendly، وهو ودود جدا. he tells Alice، هو بيخبر Alice about Wonderland، عن بلاد العجائب. and helps her، وبيساعدها to find different places، إن هي تلاقي أماكن مختلفة. and characters، وشخصيات مختلفة. the queen of hearts، ملكة القلوب، is not very nice، ليست لطيفة. she is a scary person، هي شخص scary، مخيف. she is always angry، هي دايما غاضبة. and she shouts at people، ودايما بتصيح أو بتزعق في الناس. Alice is brave، أليس شجاعة. so she is not frightened of her، يعني هي مش بتخاف منها. at the end of the story، في نهاية القصة، all the characters، جميع الشخصيات، help Alice، بتساعد Alice، so she can go home again، لذلك تستطيع العودة مرة أخرى إلى المنزل. زي ما قلت لكم يا أولاد، الباسج تتقري كويس جدا جدا، تتفهم كويس جدا جدا قبل ما تبدأ اللي انت تحل الأسئلة. أول سؤال بيقول لي إيه What is the best title for the passage؟ الباسج أو الفقرة اللي قدامك دي، إيه هو أفضل عنوان أو تايتل ليها؟ فأنا قلت Alice's Adventures in Wonderland، هي مغامرات أليس في بلاد العجائب، وحتى موجودة عندك في أول سطر. Number 2 بيقول لي What does the underlined pronouns her refer to؟ يعني الضمير her، كلمة pronoun معناها ضمير. الضمير her ده بيشير إلى مين؟ أكيد طبعا بيشير إلى ملكة القلوب، the queen of hearts. Number 3 Why do you think that Cheshire cat is helpful؟ ليه أنت تعتقد أن القط تشرشل هو متعاون؟ هتلاقيها برضو عندك يا ولاد في الباسج. Because he tells her about Wonderland and helps her to find different places and characters. الإجابة دي كلها موجودة عندك في الباسج. طيب السؤال الرابع بيقول لي going to Wonderland tells us that Alice is a، أكيد طبعا clever and brave، إن هي شجاعة وماهرة. Number 2 the underlined word brave is the opposite of، كلمة brave يا ولادي اللي هي معناها شجاعة، هي عكس كلمة ايه؟ the opposite of دي معناها عكس. عكس ايه؟ أكيد طبعا cowardly، جبان. Number 6 when someone is funny، لما يكون في شخص funny مضحك. she or he، هنختار ايه؟ طبعا اكيد has a big smile، هيبقى عنده ابتسامة كبيرة.